زنزغ فرم يا شعرايم يعني يفهم جاء أكيدك حاطي أو ترزي يعني يصحف يا غب يعني يقب زاغب زرع غزان سوفاي فايب ذري ولم جاء شعرايم يعني وتسق ذري قوة أزاك سوش بزي آزرت ذرتا ولم جاء سقنيا بقوة أزن فاي سقنيا بقدي أي سر تحار هم يا أزري سنقص يا بكر وقت قط اني وي صاك ني قاب دو حن تغزاغو وانا قد حن يوك فجد ذري غزاغن شو هكذا بغزاغن فوزو فرم زمزغ فرم توب حتى أفتوخا حرم فلاحيتي ذري غزاغن شام إذا قامرو ذري شام ثلاث مذاهب جثي وراء الأحناف الشافعية والحنابلة يقولون حكمك حكرات وكيل فدك يعني مقامي فد يعني تو وكالي وتم القوي يمتوز قرم وكالم دي يعني زغاق إيش صلاحية يا أب زغاق وإنما أزرع غزغت مذهب المالكي مثل أعلى حكم ذرا في مصغن فرقة زري مغزغة رق مصلحة لي أزكفة زمزغ قرم ذكي غير فجر يا ما أقدر ما دمية وثلاثين قط وآخر مذهب مالك يفخو مع أنه المشرع العثماني نحبم جاء مذهب على فيار عثماني فما ينم استعمال يعطى قانون جاء مذهب مالكي نمشي كم جي آره مذهب مالكي يعرق فراكور زمزغ فما يا أيش يا حكميكم زرائيين فاري فليكون شعار كل من الزوجين ما قلناه في الحديث صلى الله عليه وسلم لا يخلق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر شن زاقم تمو بتنا شن يقول فتنا شن داخل في غب شنو شد يارمش حيغات كما أن عليك بالرفق وإياك بالعنف صوت كوش شنو داخل زاكون فاي شنو زاكورم يعني داخل دايو زاكورم آيو زاكورم بك في آية كما قال صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت حيثما كنت حمت دقيق قيسا غور اتق الله حمش شنو وأتبع السيئة الحسنة تمحوها لما كن ضرب أن ذات يغوط قيجتي وخالق الناس بخلق الحسن شن داخلين نم يا ذاك وبيع وكيف بزوجتك يا نحو يا نحو انا اسبت فاي وش هاري تقوى ان شاء الله تكوى جزا قوام يعني قد تقمر فرض كفاية قائد ذر قوام قد يعني ذن فرم تسوم جا ذر تشلو حرام قد فاش كدر لن جا كل فرم ذن فرم ذر تنجي قد جد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم. الحمد لله وكفى وسلام على رسل الذين اصطفى وعلى خاتمهم المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. من المعلوم نحن الآن في أواخر شهر شعبان. شهر شعبان من آخر متى نسلق. شهر شعبان مبارك وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شهر شعبان. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أعمال سنوية خطها ورمجع علماء انجا يرفع إلى رب العالمين في شهر شعبان. فحب الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر زبر حرام أقياس تفتلو لكي يكون عبدا شكورا كان يصوم تقريبا كل شعبان نفسه إلا قليلا. كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر رؤاني معروفة يا جاع عمران يا نمشر أصمت من فرغ شعبان؟ قال لا.
قال فإذا أفطرت فصم يومين. قال أهل اللغة لغة بسرر معناه آخر الشهر أو آخر شهر سرر عربيا يعني فنت أحنا يا وزر ما فهم الدوغون زما فهم في تفا أحد سريع أعب سنتغب زيئون ثم بدأ له يومين يعني زبنا جرمه في غيره نم جرم جز ما فهم زما فهم نتغقات منافلة شعبان جوز نجرم تدرز ما فهم شما في تفا أجل حديث قريش تغنيت يعني منتصف شعبان زب الأكرام وملك منحطون علماء ما قدراء ورمجان منهم الطحاوي فقيه حنفي شوي وراء منسوخ يعني شعبان تذب لخجو يعني إمام أحمد بن حنبل حتى يؤمن حديث سؤال لخ شعبان يخجو منك هارد يادو في التكتب ناريخ فنت أحراه يوجد قناع غمجا فضلوا قسم فوغو عندما قسم نصفاي فإن قد وعفو حاجة أردن قدشي المشروع قرية عصر ومشروعي عصر سوي حرب إباد رخ واغا روسيا بركة كيزواء ميت زرطاع عصامية ميت سنة ويسا صريا كيزواء وردو يقول أهلا ياش يبشغ أكبر شكو داع كفر ترجمو يصر برطوان فالفروض كفاية سوي مجتمع مش أعفا وأنفاي ويم قد القرآن أنفاي أعغب برطوان فدو حرام تغذي مقاتش فتسوي بعضك تسمجا بسم الجماعة زغب أنفاي تدجي للأسف بسم الجماعة تشتاء وش تخب بس مش تنفاي وش مكما قتل ويتيك درات خط اسم حرام بغاية أريد ساعة 8 أيام يشك أيام جاء نادي الشبيبا يشك شو شاتر سوم جاء قيم ذلك من جاء عظيم الشخصون يعني قاوة التوجيه مشروكة مثل هذا منذ يصغى عموتا مثل سيانا سيانا أري دليل يؤفاي فايب شخصون سيانا جاء ويجفت يعني و أدرامو قصنا مثلنا أشجب اسم الدين يمفو أرب أري يفشوه إن الله جعلنا شعوبا وقبائل تعارفوا قبائل شعوب الصغص أقدرس أنفسجا أفسجوا كسغة فسجا يا قتب نحدوا حتى يشتاكر ينمي أما نحدوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورد أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يصادفها علي عبد المسلم ساعة إجابة يوم الجمعة قد أرامي في الأغمية يدعو الله بخير إلا استجاب له ولعل تكون هذه الساعة فإني داع فأمن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل كلمة المسلمين على الهدى وقلوبهم على التقوى وعزائمهم على عمل الخير وخير العمل. نسأل الله عز وجل أن يجمع بين الأزواج على أحسن حال وأهنأ بال ويؤلف بين قلوبهم ويجعل بينهم مودة ورحمة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده ووفقه ومن أرادهم شرا فخذ وأخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. وأنت يا أخي أقم الصلاة.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بغفش زد الأول فالأول زوجي توقش وزد من أحضر من تمام الصلاة تسوية الصفوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.